السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة سانفوني 5. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش زدنا كيفاش اسيدي زدنا قلنا الكونترولر ودرنا الرندر لهاد البيج اللي هي الهوم بوان اتش تي ام ال بوان بيج. فنفترضوا مثلا بغينا نصيفطو شي فاريابل لهاد لاباج هادي، بغينا نافيشيو فيها شي فاريابل. فإلا جيتي لهنايا مثلا غادي نزيدو واحد الفاريابل، هنا غادي نديرو واحد الفاريابل نقولها سي هالو، وهاد الفاريابل هادي غادي نعطيوها هاد الكونتوني اللي كاين هنايا، نجيبوه وغادي نزيدوه هنايا. الا بغينا نصيفطو كيما قلت لك هاد الفاريابل لهاد لاباج هادي، فكنجي كندير هنا فيرغول وكنفتح الاراي اللي غيكون عندي فيها الفاريابل. هنا كنعطي السميه ديال الفاريابل اللي هي سي هالو، ولا غنديرو لها غير هالو، وكنقول كتساوي لنا سي هالو اللي هي هاد الفاريابل هادي. يا فاش تندي هنايا بالاحمر شي حاجه ماشي هذيك، نسيت هنا واحد الفيرغول. فقلنا هاد الفاريابل غادي نصيفطوها هنايا. دابا شنو بقى لنا؟ بقى لنا نافيشيوها هنايا. فالا بغينا نافيشيوها كنافيشيوها بهاد الطريقه، كنديرها هكذا. فالا جيتي لهنايا دوكيمونطاسيون، فغادي تلقى بانه كيصيفط هنا النمبر، وهنايا بعض الاش ان كيافيشي النمبر هنايا. شي فالا جينا غادي نجيو لهنا وغنديرو هالو. فالا جينا ودرنا اكتواليزي وعينا على ما يعطينا، فغيعطينا نفس الشيء اللي هو هالو فروم هوم بيج اللي هي نفس الفاريابل. فالا بغيتي تاكد كاع بانه راه هي هادي، غنديرو هالو فروم دارجة كودين. وإلا جينا ودرنا اكتواليزي فغادي نلقاو هلو فروم دارجة كودين. فدابا غادي نزيدو عاوتاني نافونسيو. شنو غادي نشوفو سيدي؟ غادي نشوفو كيف سبقو هضرنا، غادي نشوفو داك كيسميتو نشوفو كيفاش نزيدو بعدا، بلاتي نشوفو كيفاش نزيدو ستركتور لاباج ديالنا، عاد نشوفو الشي لاخر. فكيف كتعرف بانه لاباج فضروري ما خصش يكون عندك كيما كنعرفو الستركتور ديالك ديال لاباج اللي هي ستركتور اش تي ام ال. فكنظن بانه هنا ما غاديش يعطيني ستركتور ما عطاهاليش، حيت التويك كنظن الا قلبناها اش تي ام ال هو كاين واحد الباكيج باش ما يجيش، حيت واحد كان جا واحد المره قال لي راه كاين باكيج كذا. راني عارف انا بانه كاين الباكيج، انا ما كنبغيش نانستالي لي باكيج بزاف حيت الفيس كود عندي كيتقال، فهمتي؟ هادشي علاش انا راه عارف بانه كاين باكيج ديال التويك اللي كيخليك انك الامات يخدم داخل التويك. قلنا الباج ديالنا خصها ضروري ما يكون عندها ستركتور ديالها كيف كنكون نشوف هنايا. فعندنا التايتل، عندنا التايتل، عندنا البلوك اللي هو البادي، عندنا فين كاين ستيل سي اس اس، فين كاين جافا سكريبت. فبالنسبه للسيمفوني كاين واحد الحاجه باش كتزيد البلوك تايتل ولا البلوك اللي فيه سي اس اس ولا هادي. فباش كتزيدو بواحد يعني لابارتي اللي فيها سي اس اس ولا اللي فيها اش تي ام ال، الله يعفو علينا، اللي فيها الجافا سكريبت، فكتزيدها بواحد الحاجه اللي سميتها البلوك. هاد البلوك هذا اللي كتخدم به باللونغاج ديال التويك اللي سبق هضرنا عليه. هاد اللونغاج هذا اللي كيبدا بهاد الطريقه كيتفتح ويتسد بهاد الطريقه، فكيتفتح بهاد كيسميتها لا كولاد وموراها البورسونتاج، وكيتسد بالبورسونتاج وموراها لا كولاد، فهمتي؟ فإلا بغينا نفتحو البلوك ديالنا فكنفتحو كيما قلنا هكذا، وكنديرو هكذا وهكذا، فهذا هو البلوك. فإلا قلنا دابا بلوك تايتل، فهنايا غيحددنا البلوك تايتل ديالنا. ونفس الشيء هنا كنجي كنعاود عاوتاني نفتح ونسد، حيت البلوك فاش كيتفتح ضروري ما خصو يتسد. هنا كنقول اند بلوك، يعني البلوك
اند بلوك، يعني البلوك كيبدا هنايا وكيتسد هنا في هذا البلوك تايتل تي. فهنا الى بغينا نحدد التايتل مثلا غنقول هنايا اوكي اوكي الى جينا درنا اكتواليزي عندنا هنايا فانت كتشوف هنا كاينه اوكي شتي اوكي ما بقاش داكشي اللي كان من قبل. ونفس الشيء بالنسبه للشيء الاخر اللي هضرنا عليه، مثلا الى بغينا نزيدو ستيل سي اس اس، فبالنسبه للستيل سي اس اس فعندي البلوك ديالو كنحددو حتى هو، كنقول كنفتح هكذا كنقول بلوك بلوك ستايل ستايل شيت، يعني داخل هذا البلوك هذا غادي يكون عندي ستيل اللي هو السي اس اس. هنا كنقول اند بلوك، كنجي هنا وكنزيد ستيل ديالي السي اس اس اللي غادي نزيدو هنايا. نفس الشيء بالنسبه للجافا سكريبت، جينا لهنايا ودرنا هنايا هادي كنقول هنا جافا سكريبت، وهنا كيكون عندي ستيل اللي هو ولا سكريبت الجافا سكريبت تي. وهذا الشيء كامل راه سبق ديجا وهضرنا عليه هنايا، قلنا بانه هاد لاباج هادي هي اللي فيها كاع داك لي بلوك ديالنا، واللي هي سميتها لاباج بيز بوان اش تي ام ال بوان تويك، واللي فيها التايتل وفيها كلشي تي. فحنايا هاد لاباج هادي هي باش غادي نخدمو في لاباج ديالنا هوم. فانا هادشي اللي زدت هنا غير باش شرحت لك، ولكن حنا هي هادي لاباج اللي غادي نتبازاو عليها باش غادي نخدمو لاباج ديال لاباج ديالنا اللي هي هوم وكاع لي باج اللي عندنا، حيت حنا ما يمكنش في كل لاباج غادي نجيو ونبقاو نعاودو عاود هاد الدوكيمنت اش تي ام ال ونعاودو السير ونعاودو عاود تايتل ونعاودو. فحنا غادي نخدمو باج وحده اللي هي ديجا عندنا وهي اللي غادي نتبازاو عليها في لي باج ديالنا كاملين. فحنا غادي نخاو نخدمو غير بلي بلوك، هاد البلوك مثلا غادي نقولو البلوك ستايل شيت شنو غيكون فيه، البلوك بادي شنو فيه، البلوك تايتل ها شنو فيه. فغادي ندير واحد البوز نشرب واحد الكاس د الماء وعاد غادي نكملو الفيديو ديالنا. فسيدي نكملو الفيديو ديالنا، فكيف قلنا قلنا لاباج ديالنا دو باز اللي هادي هادي اللي كاينه في البيز، قلنا هنا غادي نخدموها بها هنايا في الهوم بيج. فإلا جينا لهاد لوليا هذا اللي كاين في التويك، فعندنا هنا نفس الشيء، فعندنا البلوك هاد والبلوك تايتل والبلوك فوتر. فإلا بغينا قلنا نخدمو بهذيك لاباج فهي تشايلد تومبليت، تشايلد تومبليت مايت لوك لايك ذيس. فهذيك تشايلد تومبليت خاصها تكون بحال هكذا، فغادي نكوبي هادشي اللي عندي هنايا، غادي نجيبو من هنايا وغادي نجيبو ونحطو في هاد الهوم هذا ونزيدو هنايا. فدابا انا عندي هنايا التايتل، بالنسبة للتايتل فهنا اكستنز بيز بوان اش تي ام ال اللي هي هادي هي. فاش بعدا اول حاجة كان ايريتيو كيما سبقو تهضرنا هنايا، قلنا كان ايريتيو من هاد لاكلاس اللي هي ابستراكت كلاس باش كيولي عندنا لاكسل لي فونكسيون ديالها. فنفس الشيء كنخدمو به هنا في التويك، كنقولو اكستندز بيز. فاش كنقول اكستندز بيز بوان اش تي ام ال لا داعي باش تزيد بوان تويك، فهو اوتوماتيكيا كيعرفها، فكيولي عندي لاكسل نفس هاد الشيء اللي كاين هنا، هاد الهيد والفوتر والبادي وهاد لي بلوك كيولي عندي نفس الشيء كيولي عندي هنايا. فبالنسبه للبلوك تايتل اللي هو البلوك هذا، فكنحدد هنا العنوان ديال لاباج، لاباج مثلا هنايا اكي. بالنسبه للهيد فانا ما عنديش الهيد، غادي نحيد الهيد، ما عنديش الهيد، غادي نهز ستايل شيت الا بغيت نزيد شي ستايل سي اس اس خاص بهاد لاباج هادي كما داير هو هنا، فهمتي داير امبورطانت كالر، فهو انا غير داير مثال وصف. زي مثلا الا بغينا نديرو مثلا نديرو مثلا نعطيو حنا غير البادي، مثلا البادي نديرو له باك جراوند كالر، باك جراوند كالر
ديال مثلا غير ديال هاد لاباج، فهنا في ستايل شيت، هاد ستايل شيت هذا كيطبق، يعني الستيل اللي كنزيد هنا كيطبق غير على هاد لاباج اللي هي هوم. داكشي علاش حنايا درنا هاد البيز بوان اش تي ام ال، باش اي باج من بعد زدتها دابا عندي هوم. مثلا الى زدت روجيستر فين كيدير لانسكريبسيون اليوزر، فعاود ثاني هذاك الروجيستر، داك لاباج روجيستر، داك ستايل شيت اللي فيها الستيل اللي غنزيد هنا، فما غادي يطبق غير فيها، ما غاديش يطبق هنا في الهوم. ونفس الشيء داك الشيء اللي غادي نزيد هنايا في الهوم ما غاديش يطبق في الروجيستر، غيطبق في الهوم، ما عدا الستيل اللي غادي نزيدو هنا داخل هذا البيز هو اللي كينطبق على كل شيء، على لي باج كاملين. والجافا سكريبت نفس الشيء، الا زدت كود جافا سكريبت هنا غينطبق على كل شيء، زدتو في الهوم غينطبق غير على هذا الهوم، زدتو في شي باج اخرى غينطبق غير على داك الباج الاخرى. فهمتيني؟ دابا مثلا ستايل شيت هو هذا، وغادي نزيدو بلوك اخر ديال مثلا نفترضوا انه عندنا بلوك جافا سكريبت، مثلا بغينا نزيدو حتى الجافا سكريبت اللي نجيبوه ونزيدوه هنايا. خا هو نورمالمون نقدرو نديرو، معليش نديرو بوحدو لتحت. فهنا التايتل اكي، هنا ستيل، وهنا الكونتنت. الكونتنت هو اللي كيمشي في البلوك كونتنت، هو الكونتوني اللي كاين هنا في البادي. الى هبطنا البادي فهو عندي هنايا البلوك بادي، فاحنا غادي نبدلو بلاصه هذا الكونتنت اللي داير هو هنا، غنديرو حنايا بادي. فداخل البادي غادي يكون هذا الشيء، غيكون هذا الاندكس مثلا اش ان ويلكم اون ماي اوس بيج. تي يلا سيدي نديرو اكتواليز ونشوفو شنو غيعطينا. فهنايا عطاني ايرور بيز بوان اش تي ام ال، اذا المشكل هو انه خصنا نزيدو ليكستونسيون هنايا. خصنا نزيدو ليكستونسيون بوانت وي، كان حسبني على حسب ما دايرين هما هنايا، فانا فهمتها على حسب هادشي اللي داير هنا، فهمتها بانه راه بلا ما تحتاج، حيت فاش شفت هنا لقيتو داير هنا الدوك 3، فهمتي هاد السيمفوني 3 هو اللي داير هنا الدوكيمونطاسيون، فربما انا في السيمفوني 5 ما خدامش بلا، خص ضروري ما تزيد الاكستنشن. فالمهم زيد بوينت ويغ. فدابا الى جينا ودرنا اكتواليزي، فانت كتشوف عندي هنا الاندكس اللي هي هادشي اللي زدنا هذا، وعندنا هنا ويلكم اون ماي اوسم بيج، هي كاينه بعدا تما ويلكم، ها هي ويلكم تو ماي، حيت انا عندي هنا واحد الضريبه في هاد البيس، فما كتبانليش هاد الجهه هادي كاع، الضريبه عندي غير في ليكرون على برا، ماشي غير في داك الغشا ديال ليكرون، فغير عكزت انني نفتحو ونيطويها، فكاين غير واحد شي لعيبه بحال اللي شي حشره ما تما لداخل وبقات مبلوكيها، فهو ما هي ما كتبانش، هي ماشي في ليكرون لاني غير في داك الغلاف، فهاداك الشيء علاش مكيبانليش هاد السطر هذا. فويلكم اون ماي هوم بيج، فهذا ما كان كيف قلنا، الا جيتي لهنا ومشيتي انسبكتي الكود فيو السورس كود، غادي تلقى الستيل اللي زدناه هو ستايل هنايا، وهنايا هو ستايل. كنظن بان كاين جوج مرات هاد الستيل مزيود، وهنا الويلكم بيج وما عرفتش علاش مزيد جوج مرات، واش انا زدت جوج مرات ولا كيفاش، ولا ما ديت ما جبتش. فهنا ما كاينش هنا، وانا ما عرفتش علاش مزيد جوج مرات. anyway المهم الستيل ديالنا هو هذا. دابا من بعد ملي غنزيدو نافونسيو غادي نعرفو الشي الاخر، كل حاجة درجة درجة. فالمهم دابا الى درنا اكت، شتو مازال عندي هنا الاندكس، شتو مازال داير نفس داك الكولور اللي كان عندنا هنا. فعندي هنايا ما عندي هنا لا ستيل لا والو، هنايا ما كاين والو. واش شتيه مزيود هنا في الجافا سكريبت، فهنا ما شفتوش مزيود حتى في الجافا سكريبت، فاش درنا كوبي لهاد لابارتي هادي بقى مزيود، داكشي علاش كيتافيش جوج مرات. فهذا ما كان بالنسبة لهاد الجزء هذا اللي شفنا فيه كيفاش زدنا الاخر، كيفاش زدنا يعني الكونتوني ديال لاباج ديالنا، ودرنا على لي بلوك،
كل بلوك شنو فيه. وهضرنا على ان المحتوى ديال هاد البيج لي بلوك ديال المحتوى ديال لي بلوك ديالها كيكون مغاير على باج وحده اخرى، وبان هاد لاباج دو باز هي اللي كنتبازاو عليها باش كنافيشيو المحتوى ديال كل لاباج. فنتمنى تكون استفدتي معنا في هاد الفيديو هذا. ما تبخلش علينا بجيم وبارطاجي وتابونا في لاشين الى اول مره شفتي هاد لاشين هادي، ونتشوفو في الجزء القادم.